انت يا حيوان اللي ورا، مين اللي قال لك تشغل السرينة؟ انت مش عارف ان صوتها بيعصبني؟ انت ايه؟ بس صدقت. حاضر يا فندم. هو الواد ده يا باشا ما بيصدق يحط ايده على السرينة، مع ان العربية اللي معاها قديمة وخلاص موضتها بطلت، انما العربية الحديثة بسم الله ما شاء الله صوتها كده حاجة يفرح. ايوه صوتها مزيكة. اسمع كده يا باشا. اتقبل يا ابني، مش سامعني بقول اللي ورا السرينة صوتها بيعصبني؟ يا باشا انا حبيت اسمعك صوت دي، مش احسن من ديك؟ احسن من ديك وانا جاي ناقص سراين يا ابني. اسمع، لما ننزل المأمورية مش عايز هبل واستعباط، ما تضحكوش علينا الضابط بتاع امن الدولة. انا بقول لك اهو، ده لسه منقول وشكله كده لا طايقنا ولا طايق نفسه. بقول لك ايه، مش عايز اسمع كلمتين منه على الفاضي. هو يستجري يقول لي سعادتك نص كلمة؟ ايه ده، احنا كنا نتويه في البحر. وبعدين هو شايف نفسه على ايه؟ ايه ده، يا دوب حتة نقيب. وبعدين سعادتك بسم الله ما شاء الله عقيد، بقالك 7 سنين وعلى وش لوي. ماشي، هوصل له الكلام ده اول ما نقف، هقول له الكلمتين دول. اما اشوف الكلام بقى طالع من قلبك ولا من ورا قلبك. يا باشا انا صاحب عيال، انا صاحب عيال والنبي. وبعدين انا كنت بقول بفضفض معاك بكده بكلمتين وبس. بفضفض مبسوط. سوق انت ساكت. حاضر. من بكره العربيتين دول يروحوا للكهربائي، السرينه دي تتفصل والسرينه دي تتفصل. انا خلاص ما بقتش مستحمل، اعصابي باظت. انا قلت اهو. الف سلامه على اعصابك يا باشا، الف سلامه. هو ده البيت، اتفضل. يا ابني في ايه؟ بالراحة بالراحة، انت نسيت ولا ايه؟ مش عايزين مشاكل. يا سلام، مشاكل ازاي يعني؟ هو حد يقدر يعترض؟ البلد فيها حالة طوارئ. مش مسألة اعتراض يا باشا ولا حاجة، بس انت لو سألت زمايلك اللي جم قبل كده هنا هيقولك البيت ده بالذات ليه ظروف خاصة. ظروف خاصة يعني ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. خبط يا ابني وخلص. ما بالراحة يا ابني، على مهلك شوية. أهلا يا عطا باشا، نورت. جرى إيه يا باشا؟ هو سعادتك ناسي الشغلانة اللي حصلت آخر مرة؟ هو مين الأخ مع سعادتك؟ آه، لازم سعادتك مفتش أمن الدولة الجديد. أهلا يا باشا. عطا باشا، سعادتك والباشا بس اللي تدخله. أنت عارف الظروف. اتفضلوا، ما ينفعش نتكلم على السلم، اتفضلوا جوه. لما اخذ الحضرات كان بودي اقول لكم تتفضلوا كلكم. اتفضلوا يا باشا. هو في ايه؟ ظروف خاصه. اتفضلوا.